أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وإذا بشر
وَإِذَا